كلية الطب أو في كلية الهندسة وتتجه إلى العلوم الشرعية، وما هو عيب، بس شو اللي يغير هالكيان هذا؟ البحث عن الذات. البحث عن الذات. نعم. شلون البحث عن الذات؟ المرء دائما محتاج، يعني عنده احتياجات كثيرة، من ضمنها الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى المكانة. هم يبحثون عن مكانة. مكانة؟ نعم. ما فهمت أستاذ، شو مكانة؟ يعني أضرب لك مثال للشباب. الشاب الآن لما يتجه للقتال في داعش مثلا يسمى أمير. فكلمة أمير هذه تعمل في، يعني لها فعل السحر كقائد، وعنده فيسمى أمير الجهاد وأمير الخراج وأمير القطاعات المعينة، بينما في أسرته مهمل، ربما يدعى بالفاشل أو ربما يدعى بأشياء معينة، ربما يعني في تعجبه يعني يذم مثلا، نعم، أو يذم أو يوجه له توجيهات، بالذات الشباب اللي عاطل عن عمله أو لم يجد فرصة وظيفية أو لم يجد تعليما مناسبا، كل هذه ما تمنحه المناطق الجهادية سواء التي حصلت في أفغانستان أو تحصل الآن في داعش، أنها تمنح الشاب مكانة معينة وسط الذي يعيش فيه، فيتجه يبحث عن الذات المفقودة. وهذه هي من الأسباب الكبيرة اللي احنا يعني حنا توجهنا للدعوة، لأنه يعني كلمة الداعية فلان، الداعية تحصل لك مكانة معينة لا تستطيع أن تحصل عليها وأنت طالب ولا وأنت موظف بسيط، لا يحصل عليها إلا من تعب أو يعني أفنى عمره بحيث أنه يحصل على مكانة علمية أو مكانة اجتماعية خاصة.